حلوة. حبيبي 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 حبيب قلبي، ازاي صحتك دلوقتي يا استاذ؟ استاذ استاذ، دي اللي بتضحكني بقى فيه. وربنا انت استاذ سيدي الاساتذه كلها حبيبي. السلام عليكم يا بابا. عليكم السلام ورحمه وبركاته. اهلا بخير. ها طمني، عملت ايه؟ بطلوع الروح رضي يسامحوني على غيابي امبارح والنهارده. يعني مش هخصموا منك؟ الحمد لله هيخصموا طبعا يابا. مش هخصموا ايه بس، ده المدير بتاعي ده ارخم اخر 3 4 حاجات. ده ما كانش مصدق اني متعور غير لما وريته التعويره بعينيه. احمد ربنا وهو دارس ليك عشان تبطل تعمل بطل بعد كده. بطل ايه بس يابا؟ انا ليه اكل؟ امال يعني مشك في المظاهرات وقبضك على الحراميه في انصاص الليالي، ده تسميه ايه؟ انت رامبو؟ كنت تسيب الحرامي يعني يابا؟ ايوه سيبه. طب انت مالك وماله؟ هو كان نط علينا يابا الكلام ده؟ طب هو بجد ولا ايه؟ في ايه يلا؟ هو ابويا يابا الكلام ده؟ ده انت اللي مربينا على الرجوله والشهامه. مش انا اللي ربيتك على الرجوله والشهامه؟ وبقول لك بقى ما تعملش بيهم السعاده. ايه بس يابا؟ يا ابني اسمع اللي بقول لك عليه. احنا بقينا في زمن اعمى واطرش. النهارده اخوك ابن امك وابوك لو قلت له اديني شويه تراب احطهم في عيني عشان اتعمي يقول لك تدفع كام. ده زمن ما بيعرفش الرحمه. معاك حق يابا، بس ده ايه علاقته باللي حصل معايا؟ المره دي ربنا ستر وضربه المطوه جت في كتفك، يعني كان ممكن تيجي في حته تانية تاخد اجلك، ساعتها كنت هتبقى مبسوط. ما اللي يعمل الصح يابا ما يندمش. الصح ما بقاش صح والغلط ما بقاش غلط في الزمان ده يا ابني، افهم بقى. فهمت يابا فهمت. فهمت ايه؟ ولا حاجه طبعا. طبعا هتفهم ازاي اذا كان دماغك بتركب شمال اساسا يا ابني؟ الشهامه والرجوله والكلام الكبير ده ما بقاش ينفع الايام دي. امال ايه اللي ينفع بقى؟ السكوت ولزوم البيوت. طالما انك انت ضمنت اكل عيشك خلاص عيش حياتك، مالكش دعوه بحد. ايوه يابا، بس ده يعني انا اسف يعني اسمه جبن وانانيه. بعدين من راى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه. ما تكمل، سكت ليه؟ ومن لم يستطع فبقلبه. وهذا أضعف الإيمان. أيوه صح، وهذا أضعف الإيمان. إحنا دلوقتي يا ابني في زمن أضعف الإيمان ده. أيوه يابا، بس السكت عن الحق شيطان أخرس يا ابني. وأنا كل ما هقول لك كلمة هتبطلي بـ10. الله، ضعف الإيمان مهواش كفر. اللي إيمانه ضعيف أحسن من اللي ما عندوش إيمان خالص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أمين يا أخويا؟ الحمد لله. مالك وشك أصفر كده ليه؟ لا أبداً، أصل حماتي منضال تعبت شوية وجبنا لها الدكتور يجي من ساعة. ألف سلام عليها، دي كانت زي الفل من شوية. زي ما تقول كده ضغطها وطي فعل الضغطين إحنا من الخوف عليها. طب وهي عاملة إيه دلوقتي؟ لا الحمد لله، الحمد لله بقت كويسة. طب أنا بقى هطلع أطمن بقى. تطمن على مين؟ على الحاج. واجب برضه. واجب برضه ولا يابا؟ ايوه طبعا صح. اطلع يا اخويا. واجب. اطلع الله يكرمك، ربنا يخليك يا سعاد. اي خدمه يا عم بيه. بقول لك يا امين يا اخويا. خير تحت امرك. السؤال بسيط كده، بس انا كنت عايز اعمل دوره ميه في الدكان بتاعي، التصريح بتاعها يكلف قد ايه؟ انت عايز تعملها السنه دي ولا السنه الجايه؟ لا نهزر يا امين، طبعا السنه دي. ايوه طيب طيب، انا بحسبها السنه دي تبقى يعني مستعجله شويه، يعني تتكلف لها تصريح يكلف لها بتاع 3000 جنيه كده. ايه 3000 جنيه ليه؟ بقول لك دوره ميه وانا قلت لك هبني دور تاني. خلاص ما تسخنش قوي كده. اما تتزنق يبقى اطلع اعملها ببيتكم يا امين. برضه جابني يا اخي، وانا هحط حاجه في جيبي، ده ربنا اعلم الفلوس دي هتروح فين. مصاريف التصريح كان كمان لولا انها مراعي الجيره والمحبه ما كنتش قلت لك الرقم ده. يا اخويا كده تبقى مراعي الجيره؟ انت بتشك في ذمتي ولا ايه يا عبيد؟ لا، من ناحيه ذمتك معقول اشك في ذمتك؟ ده ذمتك دي الحاجه الوحيده اللي انا متاكد منها. بس انا يعني بحسب حسبتي. احسبها احسبها براحتك، انا تحت امرك.